عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إخصائية التغذية منال بدر، حاصلة على الماجستير التغذية العلاجية من الـ IGTS، طبعا باعتمادية من جامعة ستانفورد الأمريكية. كان التعامل مع الـ IGTS تعامل جدا رائع، طبعا من أرقى الناس اللي تعاملت معهم مع هاي الأكاديمية الأخت منا والأخ أسامة، كانوا راقيين جدا ورائعين جدا بتسهيل أموري، والله الحمد، فهذا بفضل الله ونعمة. كنت بتمنى أن يكون معكم بهذا الحفل، ولكن ما منعني عنكم إلا شديد القوي. بانتظار إن شاء الله تعالى وصول شهاداتي، وحوثق لكم إياها إن شاء الله تعالى بفيديو تاني. طبعا حبيت أني شارككم تجربتي المتواضعة مع أكاديمية الIGTS. صراحة كانت مادة جدا جميلة، أنا اختبرت الحمد لله رب العالمين بنسبة 95% من الاختبار الأول، وهذا ما دل على يعني توصيل المعلومة بشكل رائع وجميل جدا من قبل الدكاترة اللي كانوا عم يعطونا المادة. طبعا بتوجه بالشكر الشديد جدا للدكتور صلاح درويش، والدكتور عماد محروس، والدكتورة أسماء الجندي، والدكتورة نيفين أحمد الصياد. طبعا شكرا كتير لكل معلومة قدمتوا لنا إياها بهذا الماجستير. طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني كان ماجستير رائع جدا، معلومات زخمة ورائعة جدا، كتير حلوة، استمتعت كتير وأنا عم بحضر المنصة. كان في منصة إلكترونية كنا اللي حلو فيها أنه هي مدى الحياة وبتبقى معي طول العمر، بأي دقيقة أنا بقدر أرجع للفيديوهات واسترجع ذاكرتي. يعني جدا جدا رائع العمل، جدا جدا رائع. وآخر شيء بشكركم وبشكر كل من ساهم على إنجاح هذا العمل. بتمنى لكم دوام التقدم والازدهار، وإن شاء الله تعالى مكملة معكم للدكتورة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بأمان الله.